à coup sur nos fronts, sur nos champs, nos maisons. Un déluge ici, l'orage en cette saison. Quelle en est la raison? السيدتان الوزيرتان، السادة، سيدة السادة والمحترمون، تعيش ساكنة إقليم الرشيدية عموما ومنطقة سافلالة على الخصوص هلوعا شديدا، وذلك بسبب ظاهرة حشرة غريبة تسببت في لدغ عدد كبير من المواطنين. وفي هذا الصدد لا يخلو بيت في هذه القرية من الإصابة بداء الليشمانيا. المرض تفشى هنا منذ 3 سنوات. في البداية يظهر على شكل تقرحات جلدية تسببها لسعات الحشرات، وأهمها ذبابة الرماد التي تنقل الفيروس من الفئران البرية، والنتيجة تشوهات جسدية لا نهاية لها. المرض اكتسى هنا أبعادا خطيرة نظرا للأعداد المتزايدة للمصابين، لم يسلم منه لا الكبار ولا الصغار. أسرى ندخل مستور دا أوديت تفتح أسره ورد استسيل تا أخفي الشهر لا عاد قد يمي مشيد نختي مشيد دور دن جاء. أغلب المواطنين هنا يعانون الفقر والحاجة، يشكون من نقص الأدوية باستثناء بعض من المبادرات الشخصية لجمعية المجتمع المدني. الناس مساكين كل واحد اش كيستعمل الدواء الطبيعي، كاين اللي كيستعمل الماء القاطع، كاين اللي كيستعمل الكبريت، كاين اللي كيستعمل الأعشاب ديال. وفي هذا الصدد نسألكم السيدة الوزيرة عن أهم التدابير التي ستتخذها وزارتكم من أجل مواجهة هذه الظاهرة، وكذا الخطوات التي ستقومون بها بتنسيق مع الجهات الأخرى والمسؤولة للقضاء على هذه الحشرة. وشكرا. السيدة الوزيرة شكرا. سيدة الرئيس. السيدة سؤال حول الحشرة. إذا كانت إذا كنتم تتكلمون. عن مرض الليشمانيوز، هو حقيقة يتنقل، هو مرض الليشمانيا اللي هو مرض جلدي يصيب الإنسان حيث يتنقل من الفئران أو بواسطة بعوض. هذه تتواجد هذه الفئران في الفقول. حقيقة هذا المرض ديال الليشمانيوز لكن هو اللي تحدثت عليه، هو كاين على الخصوص في الرشيدية، كاين هناك في أقاليم أخرى. وزارة الصحة حقيقة قايمة بالواجب بتوفير الأدوية داخل المراكز الصحية، داخل المستشفيات بالنسبة للتكفل، ولكن الإشكالية ما بقاتش. حملنا السؤال إلى السلطات المحلية بالقرية لمعرفة حقيقة الأمر، لكننا لم نتمكن من العثور على أي مسؤول هنا. جربنا مرة ثانية مع المصالح الصحية عبر هذا المركز الصحي الوحيد، والنتيجة لا وجود للدواء ولا حتى للطبيب. سؤال حول الحشرة. معطيات دفعت جمعيات حقوقية إلى محاولة محاربة أصل الداء انطلاقا من مكب النفايات هذا، ودفعت كذلك عشرات من المواطنين المعوزين إلى البحث عن مسالك أخرى للعلاج على استعمال أدوية بدائية لم تؤتي أكلها حتى الساعة. بل منهم من فقد الأمل واستعان بأحد جيرانه بحثا عن العلاج حتى وإن كان بطريقة بدائية، كحال هذا المصاب الذي تعرض لازيد من 52 لسعة. كان طلبوا الطبيب باش يجي ما كانش، في هذه القرية راه ما فيهش طبيب. كنمشيو للفرماسيان كنقول له راه فيها الجرح في... كيعطيني الدواء، كنستعمل الدواء والو، كنبدل عاود الدواء. والو ما كيبرى ما والو. كنطلبوا من الله باش يصيفطوا لنا شي طبيب إلى كاين. حتى هذه الطفلة الصغيرة لم تسلم من الوباء. أصابها المرض وهي في شهرها الثالث، ذنبها الوحيد أنها ولدت في هذه القرية المنكوبة.
وزارة الصحة حقيقة قايمة بالواجب بتوفير الأدوية داخل المراكز الصحية داخل المستشفيات بالنسبة للتكفل. Chercher dans le livre qui sait, au creux de ses versets, j'y ai lu, cherche les réponses à ta question, cherche le trait d'union.